الحمد لله والشكر لله، تم الصلح الحمد لله. مبادرة من الأب وأم دخولو، أنا رحبت بها لأني بطبع إنسانة ما كان بغيش صداع، كان بغيش صراع. والحمد لله هذا كيدل على أنه كل من كان كيقلب على كانت عنده نوايا سيئة ونوايا حاقدة، وأي نوايا كيف ما كانت من 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 جانبهم باغين يوصلوا ليها، الحمد لله استطعنا بهذا الصلح هذا أننا نتجاوزها، ولله الحمد. ربي كيبغي الناس المتصالحين، الناس المتحابين، وأنا هذه حاجة كنبغيها. والحمد لله والشكر لله أننا انتصرنا على الناس اللي كيقلبوا انهم يزرعوا الفتنه ويزرعوا الحقد ما بين الناس في المغرب، لان نحن ولاد حي واحد اللي هو حي التشارك، ما غاديش يقدروا يزرعوا الفتنه بيناتنا، ولله الحمد. بغيتي بصراحه بلا نفاق بلا كلام تنقول هاد الازمه هذه بينت لي بانه كاينين الناس كيبغيو الدنيا وساندوني في محنتي، وكاينين الناس ما كيبغيونيش غيرانين من نجاحي وحاقدين عليه. تنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، كاين ربي فقط. كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فقط، هو بابا دخول جو في بلاصتي، حسبي الله ونعم الوكيل. المصحف جاني هديه من واحد الاخ، هو ومراته وبنيتاته جابهم وقال لهم انا غادي نشوف واحد الصديق ديالي تدخلهم عليا، قال لي بغيت ندير لهم مفاجاه، وبنته جابت لي هديه داك المصحف. فاللي بغى يقول شي حاجه يقولها، وكيف ما قال بابا تخولا انا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا هو دعائي. داك الشعور ديالنا كيف ملي تفك هذا المشكل بيننا وبين هاد الجيران ديالنا، كنا كنتمناو انه ما يفوتش الحجم ديالو، لان هذا الشيء اللي كيطرى هو عادي تيطرى بين جميع الناس. الدريه غلطات، العائله ديالها هي اعتذرت، كنظن انا ماشي مشكل، لاننا بنا حنا غادي نبقاو نكبروا ونعطيوها اكثر من الحجم ديالها. والناس اللي كيدخلوا باش تيضخموا هذا الشيء لمصالحهم الخاصه، هذوك الناس راه ما عندهم ما يربحوا في هذا الشيء. رشيد ماتي ما عندهم ما غادي يربحوا في هذا الشيء، حنا راه جيران وكما قالوا تنبقاو ديما جيران. نوجه الكلمه للناس اللي يسدوا فمهم شويه، ونوجه الكلمه للناس اللي ما عندهمش ضمير، ونوجه الكلمه للناس باش يبقاو يفوتوا ولاد الناس. حنا ولادنا مربين الحمد لله، دا دنيا ولا خوله راهم ولاد درب واحد، ولا بات دنيا ولا انا رحنا الحمد لله ولاد لالوش كما تيقولوا، سمعتي؟ ولهذا تنوجه هذا النداء وهذا الكلام للمجتمع المغربي وللناس في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج وفي باقي بقاع العالم، الناس اللي تيقولوا بان احنا درنا الدنيا وبنتنا دارت الدنيا بطازوت، ان الله غفور رحيم. لا الدريه غلطات، راه حتى دنيا لقيناها بنت الناس وتنعرفوا بعضياتنا قبل ما يوقع النزاع. ولذا تنطلب من الناس كاملين يسدوا فمهم ويفوتوا دنيا ويخليوها تمشي في المشوار ديالها، والله يرضي عليها والله يعاونها والله يسهل عليها. اتصلوا بيا الناس من طرف العائله ديال الخوله وبغاو يديروا الصلح ديالنا باش دنيا دير لهم تنازل باش البنت ديالهم تخرج. فحاولت اني نتصل بدنيا، دنيا رحبت بالفكره وجات العائله وتلاقاو معاهم، الحمد لله كان الصلح. شويه ما لقينا الصعوبات بزاف، لان احنا ما بغيناش الناس اللي يشوشوا على هذه القضيه، حيت كانوا الناس اللي بغاو يشوشوا على هذه القضيه، وكانوا الناس اللي عندهم مصلحه ان هذا الصلح ما يتمش. فانا حاولت انني نلاقيهم، والحمد لله العلاقه دازت مزيان وتواصلوا وحاولوا ان يطفيوا الغضب، وان شاء الله دابا دنيا غدير التنازل ديالها باش خولات ترجع. وما بغيناش حنا كاع نهائيا تعاود هذا الشيء، ويكون كنا خوت الحمد لله. ما جرى
هو أنه كانت مسطرة قضائية. إذا كنا نحترم القضاء ونحترم المؤسسات فالمسطرة القضائية قد أخذت مجراها الطبيعي. هناك محاضر الضبط القضائية اعترفت خولة بأنها عرضت الدنيا للضرب على مستوى أنفها واحد، ثم أن هناك المتابعة دي النيابة العامة، وتقدم دفاع خولة المحترم بالصراح المؤقت وترفض الصراح المؤقت. الآن احنا أمام الصلح، الصلح خير وصلح الخاسر خير من دعوة رابحة كما تقول القاعدة الفقهية. وأكيد أن المحكمة هي محكمة اجتماعية وستراعي هذا الصلح هذا في اتخاذ أي قرار مستقبلا. إذا كنا غادي نتنازلوا غادي نتنازلوا على الدعوة المدنية على الحق ديالنا الذي نمتلكه، أما الدعوة العمومية هي ملك ديال النيابة العامة وهي ستباشرها وفق منظورها. وأكيد أن المحكمة كما قلت لك غادي تراعي الجانب ديال خولة باعتبارها متمدرسة باعتبار مجموعة ديال الاعتبارات الأخرى اللي ما غاديش ندخلوا في هذاك القرار والحكم ديال القضاء. وتنظن أكيد غادي تراعي هذه المسألة هذه في الحكم ديالها إن شاء الله تعالى. من بعد الصلح ما كيبقاش عتاب، وحنا متأسفين جدا يعني لهذا الحادث اللي وقع، وكنا كنتمنوا انه ما يوقعش اصلا، وكنا ايضا كنتمنوا انه ما ياخذش هذا البعد اللي خداه. على ياتي حال هما جوج بنات الشعب، دنيا بوطاطس قبل ما تكون فنانه مشهوره هي ايضا بنت الشعب، والخولة ايضا بنت الشعب، وكنتمنوا ان المستقبل ديالها تكمل. المهم حنا سعيدين انه تم يعني هاد الصلح بما يحفظ يعني كرامة الجانبين، بما يثبت أنه الفنانة راه هم أيضا ولاد الشعب باختلاف المشارب ديالهم، والمغاربة من شيمهم قيم التسامح. كنت منهم من هذا المنبر باش يعانق بنته في اقرب وقت ممكن. شكرا ان شاء الله. شكرا شكرا. راه بنتك حتى انت، بنتك حتى انت بيان سير، بنتك وكل شيء. احنا راه ما عندنا ربع في هذا الشيء، حنا اللي ولدناهم ماشي هما اللي ولدونا، حنا هما الاباء ديالهم. نتمنوا على الله باش ان شاء الله كل شيء المياه تعود الى مجاريها. ودابا غنقولها بالدارجه وبالعروبيه، اللي بغى يموت يموت. ايوا والله هذه راه بلديه حريزيه، اللي بغى يموت يموت. هالمياه شد مازال سيدي، المياه رجعت المجاري ديالها، واللي بغى يموت يموت، يموت. والحساد ما غادي يدي والو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.